يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تكون الزيارة الشرعية للقبور؟ هل يجوز أن تكون النية لزيارة قبر معين كأب أو جد؟ فإن جاز فماذا يقال عند قبره؟ نعم، تكون الزيارة خاصة لقريب أو لشخص بعينه تدعو له وتسلم عليه، وتكون زيارة عامة للقبور فتسلم عليهم جميعا، على الأموات جميعا، تكون عامة وتكون خاصة. نعم.